بالمناسبة بالمناسبة في ناس عم بيحصل يعني عندها شيء من اللبس ما بين فكرة ان في حد بيشتغل لايف كوتش وبين المعالج النفسي او الطبيب النفسي. فهل يعني ايه الاختلافات اللي ما بينهم او ايه عناصر الاتفاق اللي ما بينهم؟ هقول لحضرتك، هو الاخصائي، نبتدي بالاخصائي النفسي، هو بيبقى دارس علم نفس، هو بيتعامل مع المشاكل النفسية القديمة او التراكمات، او حد مثلا حصل عنده دروب في حياته ما عرفش يتخطاه، هو قفل بس عليه او تراكمت عليه، فهو حصل له حاله نفسيه او مشاكل نفسيه فوصل للسن ده مش عارف يتصالح مع نفسه، مش عارف يبتدي حياه جديده، شايف ان الحياه كلها تمام مش سودة كده، مش عارف يكمل. بيبتدي الاخصائي النفسي انه يبتدي يفتح معاه الصناديق دي عشان يتصالح مع نفسه تماما ويبقى نفسيته سليمه، ويبتدي من هنا بقى من الحاله دي اللايف كوتش بيشتغل معاه من الحاضر والمستقبل. يعني الاخصائي النفسي من الماضي لغايه الحاضر بيوصل له ان هو يبقى نفسيه سليمه جدا، متصالح مع نفسه، يتصالح مع الماضي اكتر. اللايف كوتشنج مع المستقبل، مع المستقبل الحاضر والمستقبل. يعني اللايف كوتش عنصر مكمل للمعالج النفسي او للطبيب النفسي. ده حقيقي. اللايف كوتش ممكن ان هو في ناس ما يبقاش عندها اصلا مشاكل نفسيه قديمه، فانا اللايف كوتش هو بيدخل حياه الانسان عشان يبتدي انه يديله ثقته بنفسه، يعمل سبوت على نقط القوة، بيقوص على نقط الضعف عشان نبتدي نشتغل عليها، بيزود ثقته بنفسه، بنحاول بقى نبتدي ان احنا نستخدم مصادر قوته عشان نعرف نوصل للهدف بتاعه، بنرسم خطة مع بعض انه ازاي هنعرف نوصل للهدف ده بشوية تمارين، بشوية اسئلة. بس يعني درستي يا نيرفانا يعني درستي ايه عشان اقدر اقول ان حد يبقى لايف كوتش؟ ممكن اي حد يطلع، حتى بتحصل بصراحه للاسف في بعض البرامج ممكن حد يطلع ينصح عن الريليشنز والعلاقات وبتاع وهو مش دارس حاجه اصلا. يعني بس حضرتك انا البدايه اصلا يلا انا اصلا محاميه. انا اصلا محاميه. لا بقى زملاء يعني انا برضه تشرف ليا. حصل لي دروب في حياتي قوي جدا، هزني جدا وكنت ضعيفه جدا، فابتديت ان انا ادخل اروح لاخصائي نفسي، فابتديت ادرس واخد دبلومه في الثانيه في قصه علم النفس. فالحمد لله اتصالحت مع الماضي تماما والدنيا. يعني والدروب اللي حصل لك في حياتك هو ده اللي رسم لك شكل بجد. وانا يعني بشكر دكتور محمود زايد ودكتوره مها حسين، هم سبب ان انا ابقى موجوده دلوقتي، ان هم عرفوا يزودوا ثقتي بنفسي واهدافي اتغيرت تماما. ولما لقيت نفسي ان انا اتغيرت وابتديت اغير في الناس اللي حواليا، بشكر اهلي طبعا ان هم استحملوني جدا الايام اللي فاتت دي، ان انا عهدت نفسي ان انا هذاكر اكتر وهاخد دبلومه في اللايف كوتش عشان ابتدي ان انا اثر في الناس وان انا اساعدهم واني اديهم التفاؤل والابتسامه ما تروحش من وشهم، وان مفيش حاجه مستحيله ابدا، احنا نقدر نغير من نفسنا. هايل ان انت حولتي دروب لنقطه انطلاق لتحسين الوضع بشكل عام، دي حاجه كويسه. بالمناسبه هل اللايف كوتش عشان يعرف يعني يمارس مهام او طبيعه عمله، هل لازم يكون الطرف الثاني في المعادله شخص بيعاني من خلل ما او دروب نفسي ما، ولا ممكن يبقى شخص متزن نفسيا ولكنه عشوائي في حياته فمحتاج لايف كوتش يعلمه ازاي يعيش صح؟ ممكن طبعا، لان اللايف كوتش من الـ من الـ الـ الوظائف المهمه انه بيرتب له افكاره اللي في مخه. يعني بنرتبها، هو محتاج ايه، عايز يوصل لايه، هدفه ايه، بيفكر في ايه، انا النهارده عايز بحب ده، لا انا بكره عايز ده. فاللايف كوتش هو بيساعده، لانه طبعا لازم صراحه متبادله، فلازم يبقى فيه ثقه. فالكلام الصراحه ده بيبتدي يفتح مواضيع معينه، فببتدي ان انا من اسئلتي محدده بطريقه بروفيشنال شويه، اني اخليه هو اللي ياخد القرار. اللايف كوتش ما بياخدش قرارات ولا بيحل مشاكل. اذا كان الانسان من جواه ما عندوش القرار ان هو يتغير، مفيش اي بني ادم في الدنيا ممكن يخليه يتغير ابدا. بس انا بعمل له زي اضاءه كده عن السترونج بوينتس اللي عنده، نقطه القوه، عشان يبتدي هو ياخد طريقه، عشان لما يجي ياخد القرار يبقى عنده عزيمه قويه جدا انه هيوصل للهدف ده.